شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم في افتتاح القمة 35 لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان والقمم ذات الصلة في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند، وذلك بحضور العديد من قادة وكبار مسؤولي الدولة الأعضاء في الرابطة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية. قد أشاد معالي وزير الخارجية بالدور الكبير لمملكة تايلاند خلال ترأسها لرابطة دول جنوب شرق آسيا لعام 2019 تحت شعار النهوض بالشراكة من أجل الاستدامة، مؤكدا معاليه موقف مملكة البحرين الداعم لأهداف الرابطة وجهودها الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتغلب على التحديات التي تواجهها وتحقيق كل ما فيه خير وصالح دولها وشعوبها، منوها بالجهود الملموسة للدول الأعضاء للارتقاء بدور الرابطة في التوصل لحلول لمختلف المشكلات وترسيخ السلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. تناقش القمة 35 للأسيان والقمم ذات الصلة أهم الموضوعات والمستجدات في منطقة جنوب شرق آسيا.